بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، النهارده عايزين نتكلم على موضوع آه، انا بتصور انه اهم موضوع في في مساله التنميه البشريه و، و، والمهارات والقدرات آه، لانه لا من مواضيع تانية كتير قوي معاه فالموضوع ده هو موضوع القياده كيف تصبح او تكون قائدا آه، زي ما بقول الموضوع مش مش موضوع واحد هو القائد بيبقى فيه صفات كتير قوي يشمل على حاجات كتير قوي لذلك يكتسب هذا الامر اهميته انا عايز عشان ابقى يعني مرتب هنتكلم على اربع حاجات في الحلقه النهارده اول حاجه التعريف يعني ايه قياده اصلا لانه في بعض المدارس في القياده فهنشوف او مدارس في ادبيات القياده فنتعرف الاول على التعريف اللي احنا نتفق عليه وبعدين نتيجة اختلاف المدارس دي النقطة التانية بقى بتبقى موجودة وهي مجموعة أفكار مغلوطة عن مسألة القيادة دي. هسميها أساطير يعني خزعبلات كده بس الخرافة مش دايما بتبقى كلها غلط يعني هي بيبقى فيها جزء صح ثم ينسج حولها الأساطير. فتاني نقطة هنتكلم فيها هي مجموعة الخرافات دي علشان نقدر نصلح أو نطلع منها الصالح من الطالح أو الصحيح من القبيح. دي تاني نقطة. تالت نقطة أه نتكلم على حاجه اسمها مستويات القياده، القياده ما هياش مستوى واحد، ما هياش حاجه واحده، ما هياش بشكل واحد، أه ما هياش بمصدر واحد، الواحد يكون مصدر قيادته هو الهامه او طريقه كلامه، واحد ثاني يكون فكره او رؤيته، واحد ثالث يكون حبه للناس وهكذا. فنتكلم على مستويات القياده ونشوف احنا هنحب نبقى في مستوى من هذه المستويات، واخيرا النقطه الرابعه هنتكلم على اهميه وقيمه القياده أه وده هدف الحقيقه من الحلقه النهارده ان احنا كلنا أه نبقى قاده بصرف النظر انا بعمل ايه او بشتغل فين بصرف في النظر انا أه موظف او طالب او أه حتى دارس في حاجه حره او او متطوع وده يمكن الاهم في حلقتنا النهارده فنبدا مع بعض اول حاجه بالتعريف أه يعني ايه قياده القيادة زي ما اتفقنا لها تعريفات كتيرة قوي فمنهم من يقول أنه هي مجموعة مهارات تكون في شخص يكون مؤثر يكون ملهم يكون يقدر يحرك الناس تعريف آخر هي مجموعة رؤى أو أفكار يؤمن بها البعض وبالتالي يقدروا يعملوا فيها حاجة علشان يوصلوا لها اللي عايز أقوله أنه أنه في في تعريفات كتيرة قوي لو فتحت عشر كتب في الإدارة كعلم هتلاقي تسعة منهم متفقين تماما على تعريف علم الإدارة آه إنما لو فتحت عشرين كتاب عن القيادة هتلاقي عشرين تعريف مختلف عشان ما نتلخبطش آه أنا عايز أقول أن القيادة هي باختصار شديد جدا وفي ثلاث كلمات القدرة على اكتساب أتباع يعني إيه القدرة على اكتساب أتباع في قائد ينفع يبقى اسمه قائد من غير ما يكون عنده أتباع ناس ماشية وراه يعني فالاختصار اللي يمكن يكون مخل وهنشوف ليه مخل وهنشوف نظبطه ازاي نظبط الخلل ده ازاي هو التعريف ده عشان ما ننساهوش ابدا هي ثلاث كلمات القياده هي القدره على اكتساب اتباع ليه التعريف ده مخل لانه بيخش بقى في مساله الاتباع دي انا قدرتي على اكتساب اتباع يعني ممكن يبقى حد زي هتلر مثلا قائد وناس كثيره كانت ماشيه وراه وحد زي اي نبي من الانبياء كان برضه قومه ماشيين وراه إلا امنوا بيه طبعا. فهل يستويان؟ اكيد لا، ف... ف... لكن بالتعريف بتاعنا هو هيبقى اسمه قائد، في الحاله دي اسمه قائد، وفي الحاله دي اسمه قائد، لانه احنا قلنا هو القدره على اكتساب اتباع، ده التعريف بتاعنا. ناخد السؤال اللي بعد كده عشان التعريف ده يوضح شويه. طيب. ليه يتبع التابعون قادتهم يعني أنا ليه أبقى ماشي ورا حد لو أنا قلت كده لماذا يتبع التابعون هيبقى عندي مصدر من ثلاثة ملهمش رابع واحد يا إما أنا عايز من الشخص ده حاجة يعني مصلحة زي في انتخابات مجلس الشعب مثلا لما تلاقي المرشح نازل وبيوزع أكل وبيوزع فلوس وبيوزع هدايا الناس ماشيه وراه وتحيا تهتف باسمه وما الى ذلك طيب ماشي ده, ده 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 مصدر من المصادر. آه عيب أو غلط؟ لا مش عيب أو غلط. آه وارد يعني. آه المصدر التاني هو إنه خايف منه. يملك آه سلطة أو قدرة على إيذائي. لو أنا ما مشيتش وراه هياخد مني حاجة ما كنتش أحب إنه ياخدها مني أو هيمنع عني شيء أو هيأذيني بأي شكل من الأشكال. له سلطة يعني من الآخر له سلطة عليا. أدي آه سبب تاني يخليني أبقى آه ماشي ورا حد. السبب الثالث هو ولا واحد من الاثنين الاولانيين، ولا انا عايز منه حاجه ولا انا خايف منه، طب همشي وراه ليه؟ لأخلاقه يجوز، لفكره، لعلمه يجوز جدا، لرؤيته وحلمه ممكن، لاهتمامه بيا كإنسان وهو عايز ينفعني بحاجه او عايز لمصلحتي بشكل ما وانا واثق فيه وارد برضه، كل دي هنسميها تحت ايه بقى؟ تحت النقطه الثالثه اللي هي تأثير الشخصيه. يبقى يعني انا عندي للـ 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 للاختصار ثلاث انواع او ثلاث مصادر من مصادر الايه الاتباع واحد الخوف او مصدر سلطه اثنين المنفعه او الاتباع لمصلحه ثلاثه مصدر تاثير الشخصيه المحض ما فيش اي حاجه ثانيه غير تاثير شخصيتي انا طيب النقطه اللي بعد كده خلاص يبقى احنا تعالوا بقى نربط بالتعريف قدرتي على اكتساب اتباع هتبقى ناتجه او نابعه من واحد من هذه الثلاث مصادر نحب نبقى قدرتنا على اكتساب الأتباع. نبع من أنه مصدر من ثلاثة. تاني يا جماعة علشان ما حدش يفهم الموضوع غلط هو ولا واحد فيهم صح مطلق ولا واحد فيهم غلط مطلق بمعنى إنه صاحب السلطة مثلا لو لو أساء استخدام سلطته هنا يبقى غلط لكن لو أحسن استخدام سلطته وتكلم مع الناس بالعدل والحسنى وهو وهو لازال في السلطة يعني يقدر برضه يعاقب أو يثيب أو يكافئ مفيش مانع كذلك برضو صاحب المنفعة لو في مصلحة ما أنا همشي وراه عشانها برضو مفيش مشكلة الفكرة إيه؟ الفكرة أنه تعالوا كده نشوف هو أنه مصدر من مصادر التلاتة دي هيكون أكثر إدامة يعني أكثر وقتا يعني مش هيروح المصدر الأولاني لو لو المنفعة أو الـ 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 الشيء المصلحة ده راح يعني بطلت تديني أنا هبطل أمشي وراك سلطتك لو راحت منك أنا هبطل أمشي وراك لكن إيه اللي لو راح منك في المصدر الثالث هبطل أمشي وراك أنت شخصياً يعني أنت شخصياً تروح تروح خالص وحتى في المصدر الثالث ده بعض الناس بعد وفاتهم يظل أتباعهم بيمشي وراهم لأفكارهم آآ آآ لإيمانهم بالمبدأ اللي هم كانوا ماشيين عليه وهكذا فالاختيار في الثلاث مصادر دول مفتوح ليك إنك تختار لكن هل أنت تملك مصدر المنفعة؟ هل تملك مصدر السلطة؟ ماذا إذا لم تملك؟ لم يكتب عليك بقى أنك تبقى قائد في الحالة دي؟ الإجابة لا لأنك لسه فضلك المصدر الثالث هو مصدر تأثير الشخصية ده هنتكلم عليه بتفصيل اكتر لما نيجي نتكلم على مستويات القياده نرجع تاني لمساله التعريف ونشوف كده احنا وصلنا لغايه فين احنا قلنا اول حاجه القياده هي القدره على اكتساب اتباع ازاي هنكتسب هذه القدره يا اما بسلطه آه خلي بالكم بقى انا مره اقول سلطه مره اقول منفعه مش فارق الترتيب يعني يا اما منفعه يا اما سلطه يا اما تاثير شخصي طيب آه يبقى انا لما اجي اختار انا ناوي اقود الناس اللي معايا ازاي سواء بقى معايا في الشغل او المتطوعين اللي هشتغل معاهم او الناس اللي انا هعلمهم او زي ما اتفقنا اي حد هفكر كده اشوف انا في ايدي انه مصدر من هذه المصادر انهون الاسهل زي ما اتفقنا لو انا ما عنديش المصدر الاولاني او الثاني هنتكلم بعد شوية بالتفصيل عن المصدر الثالث طيب يبقى ال ال القياده في كلمه واحده بقى مش في ثلاثه هي القدره على التاثير. انا قدرت اثر في الشخص اللي قدامي ده بسلطه عليه ولا بمصلحه ومنفعه هديها له ولا بتاثير شخصيتي؟ تاثير شخصيتي زي ما اتفقنا في حاجات كتير. آه تاثير الشخصيه مستدام حتى بعد وفاتك كمان. آه يبقى اذا لما اجي اختار اختار على هذا الاساس. ايه اللي هيبقى يقعد فتره اطول او مده اطول؟ طيب خلصنا من موضوع التعريف دي كانت النقطة الأولانية نتكلم في النقطة الثانية بقى النقطة الثانية اللي كنا قلنا عليها كانت مسألة الأفكار الملخبطة أو الخرافات اللي موجودة في في علم القيادة أو في تعليم القيادة الحقيقة أول خرافة وزي ما اتفقنا كلمة خرافة هي مش في أصلها هي مش مش في أصلها غلط هي أصلها ممكن يكون صحيح وبعدين دخل عليها بعض الشيء القبيح فعايزين بقى نصلح او نطلع الصحيح من القبيح والصالح من الطالح في مسألة القيادة دي طيب اول حاجة خالص قالوا ايه القائد يولد قائد يعني هو ربنا خلقه كده موهبة يعني ف... مثلا بعيل صغير كده عنده سبع ثمان سنين ماسك كرة تحت باطه بيجري في الملعب كرة مش بتاعته، العيال يعني كلها بتجري وراه، وهو اللي بيقسم الفرقتين، وهو اللي بيقول مين يقف جون ومين ي... من صغره كده وهو مؤثر، عنده شخصيه قويه. آه طب ايه الخرافه في كده؟ ما هو ده صحيح. اه هو صحيح انما آه الخرافه في كده ان اذا لم تولد قائد فانت ايه خلاص كتب عليك الى الابد ان لا تكون قائدا، ليه؟ لانك لم تولد بهذه الموهبه. جم بقى عملوا دراسه عشان ايه يفكوا الموضوع دوت بشكل عملي شويه او بشكل علمي بقى آه راحوا جايبين جيب آه عدد كبير جدا من القاده اللي هم ايه قالوا مولودين قاده مؤثرين بشكل طبيعي فطري قعدوا يدرسوهم كده يذاكروهم يعني فلقوا ايه؟ لو ان هم عندهم اربع حاجات الحاجه الاولانيه ان هم فعلا عندهم موهبه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بموهبه التاثير في الناس بشكل كده تلقائي بشكل طبيعي اتنين آه لقوهم آه وهم صغيرين آه شافوا قاده حواليهم يعني ايه؟ والده مثلا آه المدرس بتاعه آه الشيخ اللي كان بيحضر معاه آه ال 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 المدرس اللي كان زي ما بقول لكم بي بي بيدرس له شافها قدامه شاف واحد قائد مؤثر وايه؟ ولاحظه الملاحظه هنا كان بيتعلم منها مجرد الملاحظه. ثلاثة لقوا ان في حد برضه ايا كان هو مين أه والده والدته أه حد كان متبنيه أه لقى واخده كده من ايده قال له تعالى اعلمك ازاي تبقى قائد نمره واحد اكتب عندك لازم يكون عندك رؤيه نمره اثنين لازم تكون مؤثر في الناس وهكذا يعني النقطه نمره ثلاثه انه لقوهم حد علمهم ازاي يبقوا قاده النقطه نمره اربعه اللي لقوها عند هؤلاء القاده اللي بالفطره ان عندهم رغبه ملحه جدا وشديده جدا في ان هم يصبحوا ويستمروا قاده. عدوا معايا بقى. من الاربع حاجات دول اول حاجه زي ما اتفقنا الموهبه، اثنين الملاحظه والمشاهده، شافوا ناس قدامهم قاده. ثلاثه كانوا بيتعلموا من من الناس اللي اللي عايزه تعلمهم القياده. اربعه كانوا عندهم رغبه ملحه ان هم يبقوا قاده. خلي بالكم بقى، ثلاث حاجات من الاربعه دول ملهمش دعوه بايه؟ بالموهبه يعني هي حاجه واحده بس ليها علاقه بالموهبه آه اذا الموهبه هنا هتبقى هتاثر بشكل آه آه واضح اه لكن لكن مش اكيد بمعنى انا لو ما كنتش آه آه موهوب وزي ما اتفقنا بقى ذلك فضل يقيم من اشاء يعني الموهبه زي ما اتفقنا عنصر موجود لكن لو هنقسمهم بالتساوي هتلاقي ان ايه 75% من القصه ملهاش دعوه بايه بال بالموهبه ليها دعوه بالتعليم ليها دعوه بالمشاهده ليها دعوه بالاصرار على انك تكون قائد فدي حاجه غير مساله الموهبه طيب الحاجه الثانيه الحقيقه انه او النقطه الخرافه الثانيه اللي هتكلم فيها النهارده قالوا ايه الـ 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 القياده مهاره نادره الوجود ما بنشوفش قاده كتير قدامنا فين هم عشان نتعلم منهم والحقيقه ده حقيقي، ده صحيح. ما مفيش قاده كتير، يعني ما بنشوفهمش على الأقل بنتكعبل فيهم كده زي زمان، كان دايماً يقول لك زمان الناس كانت أكثر تأثيراً، زمان الناس كانت محترمة أكثر، زمان زمان، يعني فعلاً اليومين دول وجود القادة في حياتنا أصبح قليل. ما هو السبب في ندرة ال ال القيادة أو ك كمهارة؟ هل لأنها نادرة فعلاً في ذاتها ولا أنها لا تدرس ولا تعلم فده سؤال الحقيقة هنحتاج نتكلم عليه باستفاضة أكتر إن شاء الله بعد الفاصل الحقيقة القيادة مسألة معناها موجودة من سنين طويلة جدا كعلم و كتطبيق حتى بنلاقيها موجودة من منذ فجر التاريخ لكن وجودها بقى كمادة علمية تدرس في المدارس أو في الجامعات أو حتى في في الدراسات الحرة ما لقيتهاش أنا شخصيا مع أني تعلمت في مدرسة مفروض أنها من المدارس الكويسة ودخلت جامعة برضو من أعرق الجامعات في مصر يمكن في العالم جامعة القاهرة في كلية من الكليات المشهورة جدا وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما اتعلمتش يعني إيه قيادة ما خدتش درس كده فيش محاضرة كان اسمها مهارات القيادة أو أساسيات تعليم القيادة ما خدناش اتعلمتها إزاي بالقراية بقى بالاجتهاد بالصدفة نقدر نقول فالحقيقة القيادة مهارة نادرة التعلم نادرة التدريس وليست نادرة الوجود نادرة الوجود نتيجة ندرة تدريسها نتيجة ندرة تعليمها واعتقد ان دي مش صدفه كان مطلوب ان ما يبقاش في قاده وبالتالي لا ندرس هذه الماده في اي حته فالنقطه الثانيه دي بقى الخرافه الثانيه دي مع الخرافه الاولانيه لو شبكناهم في بعض هتلاقي ان القياده ما هياش مرتبطه بس بالموهبه مرتبطه ايضا بالتعلم القياده مهاره نادره لكن ندره وجودها بسبب ندره تعلمها هتلاقي ان احنا لو بدانا نعلم الناس قياده لو بدانا نقول لهم يعني ايه قياده لو بدانا نقول لهم ازاي يبقوا قاده الموضوع اكيد هيختلف بشكل ما الخرافه الثالثه قال قالوا ايه بقى؟ انه انه القياده مش ممكن تتاتى يعني مش ممكن يبقى تبقى قائد الا إيه اذا عندك سلطه. اقدر اقول لك ايه؟ شيل دي من هنا حطها هنا وادي دي هناك ولو ما عملتش كده إيه الا اللي هيحصل؟ هاذيك. او لو عملت كده عندي سلطه ان انا اكافئك فزي ما اتفقنا قبل شويه انه انه هو مصدر من المصدرين يعني فلو مش عندي يبقى انا ايه؟ ما خلاص مش هينفع بقى في الحقيقه دي خرافه ليه بقى لانه كتير عرفنا كتير جدا جدا من قاده العالم القديم او دلوقتي انه ما كانش عنده سلطه يعني مثلا حد زي غاندي ولا نيلسون مانديلا ولا مارتن لوثر كينج ولا لو جينا هنا العلماء بتوعنا احنا اي عالم من العلماء زي الشافعي وابن حنبل له اتباع كتير جدا وناس كتيره جدا ماشيه وراه لغايه النهارده. واسماء ما تتعدش. ما كان ما سمعناش ان هو كان صاحب شركه ولا عنده منصب ولا هو رئيس مجلس شعب ولا اي حاجه من دي. فالمساله دي اه لو عندك سلطه لو عندك آه آه قدره ما على ان انت تاثر تسيطر على الناس هي هيسهل لك مساله القياده دي، لكن لو مش عندك برده ما, ما, ما فيش حاجه اسمها ايه؟ لو ما عندكش السلطه يبقى مش تعرف تبقى قائد. ادي الخرافه الثالثة. الخرافة الرابعة آه انه آه بيقولوا ايه هي كلمة بالانجليزي سامحوني عليها بس آه ملهاش ترجمة قوي بالعربي. كلمة اسمها كاريزما. يقول لك لو ما عندوش كاريزما يبقى ما ينفعش يبقى قائد. طب هي يعني ايه كاريزما؟ مش عارفين قوي يعني ايه كاريزما هي هو يقول لك ايه كاريزما يعني يعني تلاقيه واقف كده عنده كاريزما. ايوه يعني ازاي يعني؟ ايوه يعني له هلة او له طلة او يطلع كده الناس تسكت حلو نتفق بقى كاريزما يعني ان لما واحد يتكلم الناس تسمع حلو التعريف ده عجبني ان انا اقول ايه واحد عنده كاريزما يعني لما يتكلم الناس تسمعه كويس نرجع بقى للخرافة بتقول ايه لو ما عندكش كاريزما ما ينفعش تبقى قائد او اوقات يقولوها بقى ايه كده كمان الكاريزما شرط ضروري لانك تكون قائد يعني لو ما عندكش مش هتبقى قائد طب لو ما عندكش وعايز تبقى عندك كاريزما ينفع ولا ما ينفعش دول بقى كده بقوا خرافتين مش خرافه واحده نبدا بالاولانيه لو ما عندكش كاريزما مش هينفع تبقى قائد الحقيقه برضو ده كلام مش علمي مش منطقي المشاهده حتى والاستقراء احنا بصينا كده على ناس كتير اه 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 حوالينا حتى هتلاقي ان هو زي ما اتفقنا باخلاقه بطريقه عيشته برؤيته باحترامه لغيره محترم ومتبع ولو قال روح يمين تروح يمين روح شمال تروح شمال انما لما يجي يتكلم زي انا كده قدام كاميرا ولا قدام 30 40 ولا اقول بقى 500 600 واحد بي ما بيبقاش عارف قوي يتكلم ما بيعرفش يرو... يربط كلمتين على بعض ده لا يعني يعريه من مهاراته القياديه ما ينفعش نقول واحد مش قائد علشان مش عارف يقول كلمتين تعالوا بس نتفق على حاجه اكيد وجود هذه الكاريزما بيفرق بيأثر موافق مش معترض انما انا بتكلم على ايه عدم وجودها هل يجزم بانه مش هينفع يبقى قائد الحقيقه برضو ده مش صحيح زي ما اتفقنا هو ممكن يبقى ما بيعرفش يقول قوي كلمتين انما الناس ماشيه وراه تاني وجود الكاريزما هيخليه قائد مشهور ومسؤول اكتر من كده مش قائد قوي ولا قائد مشهور شهرته بس في الكلام لذلك لو جينا لو جيت قلت لكم يعني عايز اديكم مثال على قائد يكون ما عندوش كاريزما مش هلاقي ليه لان هلاقي في دماغي انا ناس انا عارفهم لكن مش مشهورين انا لو قلت لك اسم شخص منهم وعندي كتير مش هتعرفه فبالتالي المثال مش هينفع قوي أول. اول ما هنقول قياده هنقول عبد الناصر هنقول السادات هنقول غاندي هنقول مانديلا هنقول مش عارف مين ناس كلها معروفه ليه لان كان عندهم موضوع الكاريزما ده لو مش عنده لا مش مش صحيح ان هو ما ينفعش يبقى قائد. دي الشق الاولاني من هذه الخرافه، الشق الثاني لو ما عندكش كاريزما ينفع تبقى عندك؟ ينفع تكتسبها يعني؟ نرجع للنقطه الاولانيه المهاره والموهبه. ايه الفرق بين المهاره والموهبه؟ نقطع بقى الحته دي يقينا كده بانه الموهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو عندك هتكتسب المهاره بشكل اسهل وفي وقت اسرع وذلك فضل الله يتيمن من يشاء زي ما اتفقنا مش هنعرف نعمل فيه إيه. ايه طب لو ما عندكش هذه الموهبة ينفع تكتسب المهارة ينفع بس هتاخد ايه بقى وقت اطول ومجهود اعلى ف يعني احنا بنعلم الناس ازاي يبقى عندهم كاريزما ازاي لما تتكلم الناس تسمعك واقول لكم درس واحد بس صغير كده من مساله الكاريزما دي ازاي يبقى عندك كاريزما لو عايز الناس احنا اتفقنا هو اما تتكلم الناس تسمع، طيب عايز الناس تسمع لما تيجي تتكلم كلمهم عن حاجه تهمهم. كلمهم عن حاجه بتوجعهم، كلمهم عن حاجه بيحلموا بيها، كلمهم عن عن شيء يمسهم. لو عملت كده قطعا وبدون نقاش هيسمعك اللي انت بتتكلم معاه. أه مش عارف ينفع اقول المثال ده ولا لا بس هو في مدرسه المشاغبين مسرحيه مشهوره قوي أه كان في سعيد صالح كان اسمه مرسي ساعتها في المسرحيه دي وكان في الزعيم بقى بهجه الأبصيري اللي هو القائد بقى الزعيم بتاعه ف... فكان سعيد صالح في المشهد ده اللي انا بحكي اللي عايز احكي لكم عليه كان دراعه مكسور وعادل امام اللي هو بهجه الأبصيري كان بيقول اي كلام فارغ اي كلام غير مفهوم بالمره مع المدرسه وهي في الفصل في النص قال كلمه ايه درع مرسي المهم خلص الكلام وسعيد صالح قال ايه الراجل ده بيتكلم صح ليه يا عم ما دام قال دراع مرسي يبقى بيتكلم صح على على هزل هذه المسرحيه الا ان هذا درس فعلا في الكاريزما انت لو عايز تتكلم في، والناس تسمعك اتكلم على حاجه بتوجع الناس في اللحظه دي في اللقطه دي ايه اكتر حاجه كانت شغله بال مرسي دراعه اللي موجوده اللي, اللي 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 مكسور فلما اتكلم عليه ايا كان قال ايه بقى هيبقى هيبقى كلام مسموع يفضل بقى حته صغيره. طب افرض انا دلوقتي عرفت الناس اللي قدامي دي اهتماماتهم ايه؟ ولتكن مثلا قبض اخر الشهر. وعرفت ان في حافز نازل او او حاجه هياخدوها. هكلمه بقى على الموضوع ده فيحبوني قوي ويسمعوني جدا. الكاريزما بتدخلك من الباب بتاع القياده بس ما تقعدكش جوه. ليه بقى؟ لإن لو فرضنا إن أنا دلوقتي الناس دي عرفت إن أنا بضحك عليها، عرفت إن أنا بقول الكلمتين دول علشان أكسب ثقتهم، علشان يحبوني فقط، لكن أنا في الحقيقة مش مهتم بيهم ولا فارق معايا ياخدوا ولا ما ياخدوش، يعني بضحك عليهم من الآخر. لو عرفوا إن أنا بضحك عليهم غني بقى، مش بس قول كلام يهمهم، قول أي حاجة تعجبك بأحلى صوت يعجبك، بأحلى شكل وطريقة تعجبك، مش هيسمعك تاني. ليه؟ خلاص، مش مصدقك. يبقى نقول ايه تاني الكاريزما هتدخلك من الباب بس مش هتقعدك جوه اللي هيقعدك جوه المصداقيه مصداقيتك فعلا مع الناس نراجع سريعا الاربع خرافات تاني اول حاجه ان القيادة يولدون ولا يصنعون وده مش صحيح زي ما اتفقنا اتنين ان القياده مهاره نادره الوجود وده برضو صحيح في بعض وغير صحيح في بعض اخر انها نادره التعلم والتعليم وليست الوجود او لذلك هي نادره الوجود ثلاثه أه، انها موجوده فقط مع السلطه ودي هنتكلم عليها بعد شويه يا جماعه أه، أه، يعني ايه يبقى عندي قياده او مهارات قياديه دون ان يكون عندي سلطه واربعه فكره او حكايه الكاريزما اللي احنا لسه مخلصينها من شويه طيب انا كده خلصت اول نقطتين النقطه الاولانيه كانت التعريف والنقطه الثانيه كانت بعض هذه الأفكار المغلوطة، أنا ليه بقول الحاجات دي؟ علشان نعرف احنا مطلوب مننا إيه؟ أنا طالب منكم في هذه الحلقة إن احنا نكون قادة. اه ومش حاجة تانية، يعني إيه مش حاجة تانية؟ يعني ما عنديش اختيار تاني، القيادة بالنسبة لي فرض ما ينفعش أبقى مش قائد. اه النقطة اللي بعد كده في المواضيع بتاعتنا اه برضه عشان ما انتهش احنا كنا قلنا ايه هنتكلم على التعريف والافكار المغلوطه ودي خلصناها فاضل لي موضوعين المستويات القياده هنقود ازاي او من انه مستوى ورابع حاجه آه القيمه آه آه المطلوبه لهذه المهاره طيب نقول بقى المستويات تخيلوا كده معايا لو انا عندي آه آه زي ما هنقول منحنى كده تخيلوا معايا منحنى في اول المنحنى ده عندي مجموعه ناس واقفه في اوله كده هيمشوا ورايا عشان حتما عليهم يمشوا ورايا هتقولي حتما يعني ايه طيب يعني ايه حتما زي ما قلت لكم مصدر سلطه تاثيري فيهم بسبب السلطه مديرهم بقى في الشغل رئيسهم ماسك عليهم زي اي حاجه المهم ان انا في سلطه في ايدي عليهم ده اول المنحنى في اخر المنحنى ناس تانية واقفه برضو ماشي ورايا بس مش علشان لابد ان يمشي ورايا مش عشان ينبغي ان هم يمشوا ورايا عشان هم عايزين ان هم يمشوا ورايا من نفسهم بشكل تلقائي كده هم حابين ان هم يمشوا ورايا طب ايه الفرق بين واحد لازم يمشي ورايا وواحد حابب يمشي ورايا الحقيقه الفرق كبير اللي عايز يمشي ورايا هيبقى اسهل في قيادته من اللي لازم يمشي ورايا اللي لازم يمشي ورايا ده هو بيمشي ورايا لسبب ما ساب ده لو راح انا سبته او هو سابني خلاص اللي لازم يمشي ورايا هيبطل يمشي ورايا آه لكن اللي, اللي عايز يمشي ورايا هيبقى حابب يمشي ورايا بدون سلطة او مجهود كبير مني هو من نفسه كده حابب يمشي ورايا طيب ما بين بقى اللي عايز يمشي واللي لازم يمشي هناك مستويات خمسة نقولهم كده مع بعض أول مستوى خالص ناس لابد إنها تمشي ورايا ده المستوى الأولاني خالص وهنسميه مستوى السلطة اللي هو إيه السلطة؟ موقف يعني أنت عندك موقفك مني أو موقفي منك يتحتم إن أنا لازم أمشي وراك لأنك عندك حقوق عليا حقوقك دي بما إنك رئيس العمل أو والدي حتى أو حد زي ما اتفقنا له سلطان علي بشكل ما ده المستوى الاولاني ومش هتكلم فيه كتير لان المستوى الاولاني دوت انا ماليش فيه دور قوي يعني هو لازم يكون موجود لو انا بقى نتكلم في, في 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 شركه مثلا يبقى انا اكون صاحبها معايا فلوس وفتحت شركه وجبت ناس عينتهم عندي فبقيت بقيت ايه اكتسبت السلطه دي من فلوسي خلاص يعني مش هتكلم عن الموضوع ده كتير لانه مش ده هدفنا النهارده نطلع مستوى تاني الاول قبل ما نسيب المستوى الاولاني هل في ما يعني يعيب المستوى الاولاني ده والله لا ما فيش طول ما هذا المصدر من السلطان يستخدم بحقه فخلاص ما فيش ازمه يعني انت مش راجل ظالم ولا مفتري انت بس ليك سلطان على الناس أه بالمناسبه سيدنا سليمان كان يملك الارض كلها ب... و... و... وسلطانه كان سلطان عادل أه أه ما حدش قال ولا اشتكى انه انه ده نبي ف... فما كانش يقال عليه انه هو أه أه بيقود من هذا المستوى و... و... وبالتالي أه نعيم في هذا المستوى خالص اطلاقا انا ما حدش غلط المستوى الاولاني ده كل مشكلتي معاه ايه؟ حتى سيدنا سليمان هو مش بشطارته هو نبي اجتوبي او يا ربنا اصطفاه قال له خلاص هو طلب منه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وجاله الملك ده جاله من براه مش بشطاره منه فعشان مش بشطاره منه خلاص هكلمك فيه ليه بقى؟ يعني انا مش هكلمك في حاجه مالكش انت علاقه بيها او هتعملها بشطارتك. نكمل المستوى اللي بعد كده اللي هو المستوى الثاني بعد مستوى السلطه دوت او السلطان بعد الفاصل ان شاء الله نتكلم في المستوى الثاني المستوى الثاني يفرق بقى عن المستوى الاولاني ان مفيش سلطان في الموضوع هو انا وعلاقتي بالاخرين هنسمي المستوى ده مستوى السماح المستوى الاولاني سميناه سلطان ده هنسميه السماح يعني ايه السماح يعني الناس اللي انا عايزهم يمشوا ورايا هم اللي لازم يسمحوا لي بان انا اثر فيهم وان انا اخليهم يسمعوا كلامي او يمشوا ورايا طيب كلمه السر في زي ما كلمه السر في المستوى الاولاني السلطان ده حقوقي حقوقي انا عليك كلمه السر في المستوى الثاني هي علاقتي بك علاقتي بيك شكلها عامل ازاي؟ بتحبني ولا لا؟ آه بيقولوا كده بيقولوا آه ان الناس لن تهتم بقدر علمك وخبرتك آه وقدراتك اذا لم تعرف كم انت مهتم بيهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش هيفرق معايا آه انت علمك قد ايه؟ خبرتك قد ايه؟ آه حتى هتعرف توصلني لفين؟ كل دوت مش فارق معايا لغايه ما اعرف انت مهتم بيا قد ايه؟ هل انا بالنسبه اعني شيء بالنسبه لك ولا انا مجرد مكنه اله بلاش حتى مكنه او اله وسيله مورد ما انت عايز تعمل بيه حاجه ليك انت لمصلحتك انت طول ما انا لسه مش متاكد من هذه المعلومه انا ايه بالنسبه لك فانا هفضل متوجس منك كده لغايه ما اعرف امشي وراك ولا لا طيب اذا المستوى الثاني ده هيتوقف تماما على علاقتي بالناس عايزين بقى نتكلم على ثلاث حاجات جوه هذا المستوى مش عايزين نتلخبط ثلاث حاجات جوه هذا المستوى المستوى التاني اللي هو علاقتي بالناس وسماحي سماحهم ليا اسف سماحهم ليا بان هم يمشوا ورايا او بان انا اثر فيهم الحاجه الاولانيه انا محتاج اعمل ايه بقى محتاج ابتدي اتواصل مع الناس يعني ايه اتواصل مع الناس يعني اسال الناس عما في الناس اعرف اخبارهم ايه زي ما اتفقنا قبل شويه مصدر مهم من مصادر الكاريزما ان انا اتكلم على اللي بيهم الناس على اللي بيحلموا بيه الناس على اللي مهتمين بيه الناس هعرفه ازاي اذا لم اتواصل مع الناس واكلمهم واسال عليهم واعرف منهم مفيش قائد في الدنيا يا جماعه بيبقى قاعد كده في برج عاجي لوحده وعمال يجيب ده يمين وده شمال ما قائد ساعتها ممكن يبقى اسمه مدير وممكن حتى يبقى مدير ناجح لكن قائد هو مع الناس اصلا الناس هي اللي بتديله هذا المنصب منصب القياده منصب القياده يعني يؤخذ من الناس ولا يدعى ما تلاقيش حد اسمه قائد شركه ما فيش مش حاجه اسمها قائد شركه هو بيبقى مدير شركه فالقائد ده لازم يكون مع الناس لازم يكون متواصل مع الناس طيب يا دي اول حاجه اول حاجه محتاج اعملها ان اعرف ايه اخبار الناس اللي معايا تلات حاجات محتاج اعرفهم عن الناس دول. بيحبوا ايه؟ بيكرهوا ايه؟ وكلمة بيكرهوا دي مش قصدي فيها الكره يعني، ايه المناطق اللي هنسميها مناطق حمراء، ما ينفعش نقرب منها، منطقة بتضايقه بتخليه آه يبقى, يبقى مش مرتاح. لازم تبقى عارف هو بيحب ايه؟ ما بيحبش ايه؟ مش مرتاح في ايه؟ وثالث حاجة ويمكن دي الأهم بقى في مسألة القيادة، إنك تبقى عارف هو نفسه في ايه؟ بيحلم بإيه عايز يوصل لإيه لأنه في الحقيقة لما بيوصلك كقائد بعد شوية في المستوى الثالث هنشوف آآ آآ عايزك توصله الحتة هو ما كانش هيعرف يوصل ليها لوحده يعني من غيرك ما كانش هيعرف يوصل لهذه المنطقة طب إيه بقى المنطقة دي لازم أنت تبقى عارفها كقائد يبقى لضمان التواصل مع الناس لابد انك تعرف هما بيحبوا ايه بيكرهوا ايه بيحلموا بايه دي اول نقطه اللي هي التواصل مع الناس أه، اول ما تبتدي تتواصل مع الناس الناس تبتدي تحبك الناس هتبتدي تحبك تعرف ان انت مهتم بيهم وزي ما اتفقنا المصداقيه مش هتكلم عليها تاني يا جماعه دي الف ب لانه تاني لو انت بتعمل دوت علشان آه، 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 ان تعجب الناس وتبقى يعني قائد كده بالاسم يعني من غير ما فعلا تكون بصدق مهتم بيهم اول ما هيكتشفوا القصه دي انت هتطلع بره ومش هتخش تاني ومش هيسامحوك ابدا فمش ها... مش هقعد اعيد كتير في مساله المصداقيه مفترضها ابتداء أه... تاني حاجه أه... محتاجه ابقى بشوش مع ان المساله دي ب... يعني تبان سهله وبسيطه و... بس م... مش حقيقي المشاكل كتير والضغوط كتير وبالبلدي البلاوي اكتر من ال الحاجات الكويسه فمش بسهوله قوي ممكن ممكن تبقى بشوش تبقى دايما مبسوط تبقى دايما عندك امل تبقى دايما متفائل مفيش قائد في الدنيا يا جماعه متشائم مستحيل ممكن تلاقي قائد تعبان شويه ممكن جايز ممكن حتى يفقد بعض الحماس لانه في ظروف حصلت وارد انما يفقد تفاؤله ويتحول الى انسان متشائم مستحيل فكر انت فيها كده هل انت تحب تبقى قاعد جنب واحد متشائم؟ يعني ايه متشائم؟ يعني كل ما يشوفك يفكرك بالمشاكل والبلاوي والقرف والعيش والعيشه واللي عايشينها طب وبعدين؟ هنوصل مع بعض لايه؟ آآ آآ يعني التوجيه للرسول عليه الصلاه والسلام كان ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك شوف اللفظ انفضوا يعني جريوا لو كنت ناشف ومتجهم وغليظ القلب وفظ مفيش قائد في الدنيا ممكن يبقى فظ ومتجهم وغليظ القلب مسأله التفاؤل دي ملهاش بقى علم ملهاش وصفه هي 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 بتبقى استعداد نفسي من جواك كده تبقى شايف انه هناك خير مفيش حاجه هتحصل بالصدفه كل حاجه بتحصل لسبب والسبب ده ما قالوا ان شاء الله الى خير خير لكل اللي موجودين أه قبل ما اسيب النقطه دي ممكن جدا تبقى شخص متفائل وما تبقاش قائد وارد انا مستحيل تبقى شخص متشائم وتبقى قائد مفهوم متفائل ومش قائد أه جايز متفائل ومش قائد بس هو متفائل متشائم وقائد مستحيل فدي النقطة الثالثة في المستوى الثاني آسف دي النقطة الثانية في المستوى الثاني اللي هي بعد التواصل مع الناس التفاؤل ثالث حاجة في المستوى الثاني أطلبها منكم علشان نتعلم نبقى, نبقى قادة في المستوى ده تحديدا هي مسألة المصداقية اللي هي إيه بقى مش هسميها مصداقية أوي الصراحة هسميها التمامية أو ال الوحدوية كلام كبير بالبلدي اعمل اللي بتقول انك هتعمله بس كده اه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بس كده هو ده هو ده هو ده التعريف بتاع النزاهه او التماميه او الوحدانيه او كده او الوحدويه اسف اه ان انا ابقى فوق زي تحت آه آه قدام زي ورا وشي زي آه زي ظهري آه اللي بقوله هو اللي بعمله لانه غصب عنك في موقع القائد الناس هتبقى دايما بص عليك انت بتقول لنا ما ترموش زباله على الارض وانت بترمي انت بتقول لنا اضحكوا في وش الناس وانت على طول مكشر انت بتقول لنا آه اتسموا يا جماعه بالمصداقيه والا الناس مش هتصدقكم وانت بتكذب او بتضحك علينا النقطه دي ما فيهاش فصال لو زي ما اتفقنا ممكن تبقى مش هقول متشائم ها ممكن تبقى تبقى فاقد الحماس شويه لفتره يعني وارد الناس ممكن تستحملك ممكن ما تبقاش قوي عندك وقت لان في ضغط شغل او غيره فبقالك فتره كده مش بتسال عن الناس برضو وارد ممكن انما بتكذب احيانا بتضحك على الناس احيانا بتعمل حاجه وتقول عكسها احيانا او بتقول حاجه وتعمل عكسها احيانا لا ده, ما فيهاش استثناء مش هيحصل انك تبقى قائد لو ما كنتش فوق زي تحت وقدام زي ورا نراجع بقى علشان ما انتهش احنا اول حاجه قلنا عليها هم خمس مستويات المستوى الاولاني كان السلطه او السلطان وده كلمه السر فيه حقوقي عليك المستوى الثاني كان السماح من الاتباع بانك تاثر فيهم وكلمة السر في العلاقة علاقتك بيهم وكان تحتيه تحت المستوى الثاني ده ثلاث نقط، النقطة الأولانية التواصل مع الناس إنك تسأل الناس عامة في الناس زي ما اتفقنا أحلامهم آه، اللي بيضايقهم واللي بيحبوه. آه، تاني حاجة كانت مسألة التفاؤل وتالت حاجة كانت المصداقية. كده المستوى الثاني خلص كل ده اللي تحت المستوى الثاني. مستوى الأولاني سلطان، مستوى الثاني سماح وعلاقتك بالناس. طيب اه، علاقه الحب اللي بينك وبين الناس اه، والتواصل وانك تسال عليهم وانك تحبهم ويحبوك برضو بالبلدي كده المستوى ده لغايه هنا كده جميل لكن مش كفايه ما ياكلش عيش يعني عايزين بقى نوصل لحاجه عايزين نعمل حاجه ما كناش هنعرف نعملها غير بيك عايزين نوصل لحاجه مش هنوصل لها غير من خلالك نيجي هنا بقى للمستوى الثالث المستوى الثالث هنسميه مستوى الانتاجيه يعني ايه الانتاجيه؟ يعني نوصل مع بعض الحاجة نعمل حاجه، ن ن ن نبقى عندنا نتيجه معينه، فالانتاجيه ال ال كلمه السر فيها هي النتيجه. كلمه السر في السلطان حقي عليك، كلمه السر في, الس في السماح أه علاقتي بيك، كلمه السر في الانتاجيه النتيجه، وصلنا لايه بقى؟ باللي انت بتعمله لنا. خدتنا فين؟ وديتنا لغايه فين؟ طيب عشان أه اقدر اخد مجموعه ناس من النقطه الف الى النقطه ب وما كانوش هيعرفوا يوصلوا من النقطه الف ل دي غير من خلالي، هم في الف وهيفضلوا في الف لولا ان انا موجود. عايز اخدهم لبه. ازاي؟ لازم يبقى عندي رؤيه، لازم يبقى عندي هدف، لازم ابقى بحلم، قادر على الحلم. طيب انا نفسي مصر. كلها ما يبقاش فيها ولا واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب. ده حلم ما يندرش عليه هدف، ده حلم، حلم فعلا، حلم كبير جدا. بس لو ما عندكش الحلم ده مش هينفع توصل الناس ليه، لانه تخيل كده معايا واحد ماشي وانت متوسم فيه كده ان عارف السكه اللي انت رايحها ايا آه كانت هي فين. فمشيت وراه وبعدين ايه جات لك معلومه كده على فكره ده اعمى ما بيشوفش، هو مش شايف هو رايح فين. هتفضل ماشي وراه؟ ما اظنش. اديكم مثال تاني. الـ الـ في بعض الرحلات اللي بتتعمل في الصحراء في مصر هنا او في غيرها أه بتلاقي في واحد بيسموه دليل. الدليل ده بيبقى ولد صغير قد كده ومتواضع الحال جدا يعني لابس هدوم ممكن تكون مقطوعه حتى وحالته صعبه يعني. لكن هو بيبقى معاه مجموعه من السياح مصريين او اجانب ناس بقى اللي صاحب شركة واللي عالم واللي معرفش ايه و... وماشيين وراه يقول لهم يمين يمين شمال شمال أقف يقف مع انه هو اعلم منه بكتير و... و... وميسور الحال عنه بكتير ليه بيعمل كده ازاي ازاي واحد في الم... المكانة والمنصب ده يمشي ورا واحد بهذا ال... ال... الامر الاجابة هو عارف هو شافها قبل كده م... ب... 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 مش جديدة عليه القائد لازم يكون عنده نفس القصه يا جماعه لازم يبقى عنده قدره وكفاءه لازم يبقى مهيأ نفسيا عنده علم عنده خبره وعنده رؤيه اهم بقى من الحلم واسف اهم من القدره والخبره انه يكون كمان عنده حلم عنده هدف عايز يوصل له من غيره هيودي الناس فين طيب؟ هيقولوا له طب انت مودينا فين؟ لو ما اعرفش طب انت شفت اللي انت رايحه ده؟ لا ما شفتوش طب انت جايبنا ليه؟ أو أنا أمشي وراك ليه؟ نحلم بقى، القدرة على الحلم، طيب أحلم بإيه بقى؟ ده سؤال مهم جدا، أحلم بإيه ده هنتكلم عن... عليه في حلقة تانية خالص، ف... فخلينا دلوقتي نشوف بس إيه أنا محتاج إيه في هذا المستوى؟ هذا المستوى محتاج مني مقدرة وحلم. طيب، عندي المقدرة والحلم وعندي الناس فشرحت المقدره آسف... اسف فشرحت الحلم ده للناس و آه لي كده وقالوا لي ايه؟ ربنا يوفقك. هنشوفك ان شاء الله بعد ما توصل، ايه بقى بعت لنا؟ قول لنا اذا كنت وصلت ولا لا. <applause> طيب فين القياده هنا؟ انا مشيت لوحدي، رحت لوحدي. هتبقى انسان ناجح ان شاء الله. آه... هتبقى انسان مؤدي منجز. لكن في الحقيقه مش هتبقى اسمها قائد لان قائد زي ما اتفقنا معاك ناس تعرف تاخدهم من الحته دي للحته دي ففاضل لك حته بقى في المستوى الثالث ده مساله الانتاج او الانتاجيه والنتيجه ان انت تبقى عارف تلهم الناس تجيب الناس معاك الناس اللي هيهربوا هي 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 منك في الطريق انك تعرف تجيبهم تاني بتحفزهم بطريقه حثهم على العمل وهكذا ده المستوى الثالث المستوى الرابع هو ان انا لغايه المستوى الثالث كده انا مش مطلوب مني حاجه بقى كقائد خلاص وصلت الناس من نقطه الف للنقطه ب وما كانوش هيعرفوا يوصلوا لها غير من خلالي، مطلوب مني حاجه تانية الفرق بين الثالث والرابع هو الفرق بين القائد والقائد العظيم، القائد العظيم بقى بيعمل المستوى الرابع وهو ايه؟ وهو تفريخ بالخ تفريخ مجموعه قاده اخرين، يعني ايه؟ خلاص انا خلصت انا عملت اللي عليا مين بقى هيشيل من ورايا مين هيكمل بعدي فالمستوى الرابع هو اه تقديم للمؤسسه اللي انت شغال فيها او منظمه مش لازم ايا كانت اسمها ايه يعني اه مجموعه العمل اللي انت فيها دي من سيخلفك خليفه يعني فهذا الخليفه هو المستوى الرابع محتاج ان انت تنقيه مبدئيا محتاج ان انت تعلمه ومش شرط يكون واحد بس ممكن يكون اكتر من واحد وهتنقي منهم في الاخر الاصلح لكن محتاج تنقيه محتاج تعلمه محتاج تدربه على انه يكون قائد بعد تعليمه تدريبه يعني تديله فرصه ان هو يقود في بعض المشاريع الصغيره او بعض الحاجات الصغيره وتشوفه وتراقبه كده قبل ما انت تنسحب لحاجه تانية مش هتبطل قياده زي ما اتفقنا. فدي نقطه زي ما اتفقنا بتفرق قائد عادي وقائد عظيم ناوي يطلع قاده ثانيين من تحتيه. المستوى الخامس والاخير مش هتكلم برضو عليه ليه؟ لانه زي المستوى الاولاني مش في إيدي. كل اللي مطلوب مني إن أنا لو عملت المستوى الأول والتاني والتالت والرابع وقت كفاية مع ناس كفاية بطريقة كويسة فالمستوى الخامس ده هيجي لي لوحده. إيه بقى المستوى الخامس ده؟ أن تصبح رمزاً للقيادة. لما نيجي نتكلم عن القيادة اسمك هيتقال زي غاندي ومارتن لوثر كينج و... 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 والشافعي وغيره فالمستوى الخامس هو المستوى اللي برضه يعطى ويوهب لك. اشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه